هذه مرتين ما قدرت أستحملها. وما خبثه سوى ألم ووجع ينهش الجسد ويعذب النفس، ليس فقط لمن يحمله بل حتى لمن يراقب معاناة عزيز. سرطان بث سمومه في رحم السيدة وهيبة لأزيد من 15 شهرا. ما قدرت ندير والو، هذي يدي فشلت، كرسي مفتوح من النهار، ديرها وحدة عيطت لي باش تمشي، قالوا لي حتى نشوفوك واش نحوها لك ولا ما كاش غادي نديرها، وهذي تخرج لي الدم، هاي فاكوسة معمرة في الدم. نظامي بدوري الأمل، نخسر هذوك الدراهم ما نقدرش، عندي الصغير كي تيقول لي ماما نفتح الكتاب نوري لك ما نقدرش، تيقول لي ماما نوض، ديك الخطرة هكا نوض، قال لي ماما يا نوضي فرحت عبد فيا، قال لي صح كي تنوضي، قلت له إيه. جريت اختي العزيزة، راني في عام ونص دو، عندي عام ونص، وليت نبيع في رزقي، ولا عندي خاتم نبيعه، لا سنسنة نبيعها. بعت الطوموبيل تاعي بها اللي كنت نداوي فيهم. نجاة رفيقة دربه وإنقاذها مما هي فيه هو ما يرجوه زوجها، فبعدما ذاقت به السبل لجأ إلى من أنزل الله الرحمة في قلوبهم لمد يد المساعدة وجمع المستحقات المالية لإجراء العملية الجراحية. نرمامو 100 مليون بالعملية تاعها بدواوة تاعها، وبعد نزيد نكملها واش عندها في الدار. قدرتي خد الامكانيات كاع ما كاش اللي ضري ليها، ما كاش اللي ضري ليها، باش حاجه كثيره باكي لي كوش غاليه، غير مرت خويا من داك يدبر لي هكا، مرت خويا ثاني مسكينه ضرها يدبر لي هكا منو تجيبها لي. تسوقك الأقدار في الحياة إلى وجهة قد لا تكون سعيدة، إلا أن حكيم ووهيبة مثالين للصمود والتفاؤل والمقاومة ما دام الأمل قائماً على التكافل والمساعدة الإنسانية.